عسلامة الناس الكل، شحوالكم؟ ان شاء الله راكم بألف خير يا ربي. مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله باش نعملوا مع بعضنا الزرير التونسي. الزرير التونسي غني على التعريف، اكيد التوانسه الكل يعرفوه، لكن الطريقه نتاعو راهي تختلف من واحد لواحد ومن ولايه لولايه. اليوم ان شاء الله حبيت نشارك معكم طريقتي وان شاء الله تعجبكم. اذا كان باش تجربوا الطريقه هذه لازمكم تتبعوا المراحل الكل بالضبط وتبعوا يعني المقادير باش تجيكم حاجه ناجحه وبنينه. الزرير معروف في تونس، نعملوه للمراه النافسه ونقدموا يعني للي زانفيتي نتاعها وتاكل منه زاده هي، خاطر حاجه الكلها منفعه. اليوم ان شاء الله حبيت نعملو للصغار باش يفطروا بيه يعني الصباح، للصغار والكبار مش كان للصغار، حويجه بنينه وكلها منفعه. وتوا ما نطولش عليكم، يلا ندخلوا بعضنا الكوجينه نشوفوا الطريقه ونشوفوا المراحل الكل. وهذوما المكونات مبدئيا. الفاكهه انا باش نعملو بالجلجلان والبوفريوه. الجلجلان اللي هو في بعض البلدان الاخرى اسمه السمسم، والبوفريوه اللي هي البندق. برشا بلدان يعني يسالوني في لي كومونتير شنو هي البوفريوه، نحنا في تونس نقول لها بوفريوه او نوازيت يعني بالفرنسيه، والبلدان الاخرى يعني البندق. نحنا البندق في تونس حاجه اخرى تماما. خديت 500 غرام بوفريوه و500 غرام جلجلان باش نعمل قد البوفريوه قد الجلجلان. هنا البوفريوه كيما شفتوا بقشورها باش نحطها نحمرها في الفور، ومن بعد نقشرها. تنجموا زادة تحمروها على الغاز كيف ما تحبوا والاسهل لكم. كيف كيف بالنسبه للجلجلان، هو راه نظيف ومحمر، مي انا عودت يعني نظفته وباش نعاود نحمره شويه هكاك باش يترحب بسهوله وباش يعاود يعني يقرر الزيت نتاعو. لهنا قسمته على مرتين وباش ندخله كيف كيف زادة الفور. وزادة تنجموا تروا تعرجوه على الغاز كيف ما تحبوا يعني شوا ليكم. لهنا صايي البوفريوه هاكا عرجتها، والجلجلان كيف كيف. تنجموا راه تغمقوهم اكثر من هكا اذا كان تحبوا الزرير نتاعكم يجي غامق برشا. انا الحق الزرير ما نحبوش يغامق برشا برشا. كيف كيف زاد ايش واليكم يعني، فما الحلول الكل وانتم تعملوا شنو تحبوا. واول حاجه لهنا باش نبدا نرحي الفيكه نتاعي. خديت الرحاه هذه وباش نبدا نرحي فيها بشوي بشوي. بالنسبه للرحيان نتاع الفيكه لازمكم توسعوا بالكم، خاطر لازمها تترحى بالقدا بالقدا. البوفريوه لهنا لازمها تقر الزيت نتاعها تترحى تولي كيف البات يعني، ترحيو هكا وتقصوا بشوي بشوي وتهبطوا لجناب هذوكم باش تترحى بالقدا بالقدا. لهنا صايي ترحات هكا نحبها التكستور هذه. توا باش نرحي الجلجلان بنفس الطريقه. هوني وانا نرحي في الجلجلان حبيت نقول لكم راه باش تحسوا الفرق يعني بين رحيان البوفريوه ورحيان الجلجلان. رحيان الجلجلان باش تحسوه هكا فيه صعوبه، مي وسعوا بالكم بشوي بشوي تو يترحى، وما تحطوش الكميه الكل، حطوا بشوي وهاكا وقفوا باش الرحى ما تفسدلكمش. لهنا صايي كملت رحيت الجلجلان وكملت رحيت البوفريوه. باش نكمل نقول لكم على المكونات الاخرين. خديت 300 مللي عسل. العسل باش نستعمله عسل حر، مانيش باش نستعمل الشحور. تنجموا تخلطوا راه كيف ما تحبوا بين الشحور وبين العسل. وخديت 250 غرام زبده حيوانيه مش زبده نباتيه. الزبده الحيوانيه راهي تجي ياسر بنينه يعني في الزرير خير من الزبده الاخرى. وتوا باش ناخذ الزبده هذيك باش نغليها على الغاز وباش نحي منها الحليب. علاش نحيو من الزبده الحليب؟ باش الزرير هذيك يقعد لنا مده طويله، خاصه اللي باش يعمل كميه كبيره راهو لازم نحيو منها الحليب باش الزرير ما يفسدش. انا الكميه ماهيش كبيره برشا، اما الحقيقه نحب يعني نغليها ونحي منها الحليب خاطر تعطي نكهه ياسر ياسر بنينه. وتوا باش نذوب زبدة على الغاز لازم يكون غاز يبدا واطي على الاخر، ونخليوها تذوب براحتها ليل تغلي حتى اللون نتاعها يتبدل. هذه هي راهي البيغ دو نوازيت. برشا تسالوا فيا على كيفاش نعملوها. تتعمل بالطريقه هذه سهله على الاخر، جوست نخليوها تغلي بالقدا بالقدا ليل اللون نتاعها يتبدل، وبعد نحيو منها الحليب. لهنا باش ناخذ صفيه وباش نصفي الزبده. بالنسبه للزبده راه بعد نغليوها ونحيو منها الحليب ماهيش باش تقعد 250 غرام. انا قصتها لكم باش نعطيكم قداش بالضبط بالضبط. بعد لنحيت منها الحليب وليت 200 مليلتر. صايي هنا كملت صفيت الزبده كما تشوفوا راه هو الحليب باش يقعد في القاع نتاع الكاسلونه. تنجموا ما تصفيوش تحطوا بشوي بشوي، مي هاكا اضمن. وكهو توا المكونات نتاع الزرير كلهم حاضرين، هو راه سهل على الاخر، جست شويه وقت في تحضير المكونات وكهو. توا باش نتعدى نطيبوا. ماذا بكم كي باش تطيبوا الزرير؟ تختاروا طنجره يبدا القاع نتاعها يعني خشين ماهوش رهيف،
باش الزرير ما يشدلكمش، ولا طيبوا في حاجة تيفال. تو باش نحط الفيكيا الجلجلين والبوفريوة اللي حضرتهم. راه تنجموا تعملوا بوفريوة اكثر ولا جلجلين اكثر، هاكا كيف ما تحبوا. انا حبيت نعمل قد قد. وباش نكمل نحط الزبدة، باش نحط كل شيء على البارد. وتوا بعد نحط الزبده باش نحركوا هكيكه شويه، باش كان فما كعابر تتحلوا. راه تنجموا تعملوا المرحله هذه وانتم على الغاز، كيما تنجموا يعني تخلطوا على البارد كيف ما تحبوا. بعد نحطوا على الغاز لازم تكون نار واطيه على الاخر على الاخر، ولازمكم ديما تحركوا. ردوا بيكم ما تقويوش في النار، راه يتحرق لكم ولا يشد وكيكه تخسروا الزرير نتاعكم. نقعد هنا نواصل التحريك، وكي نشوفوا هكيكه بدا يغلي نحط العسل. خليته يعني درجين يطيب قبل ما نحط العسل، وكي نشوفوا يغلي وصاي نحط العسل، وبعد نخليه درج اخر وديما نواصل التحريك. تو كي تحطوا العسل تحسوه يبدا يعني يعقد شويه، وحتى اللون نتاعو يغمق. بالنسبه للزرير اذا كان تحبوه يجيكم غامق معناها بالكدا، الفيكيا عرجوها برشا يعني غمقوا فيها. انا الحقيقه نحبوا هكا اللون نتاعو كيف هكا. لهنا صايي هكا بدا يبقبق، يعني صايي الزرير طاب واموره واضحه. وبالنسبه للزرير ما تخليوش شو يعني يعقد برشا برشا، خاطر كي يبرد راهو تو بطبيعته يشد روحه. وصايي وما نحكي لكمش على الريحه وعلى البنه، بالحق رسيت بنينه وناجحه 100%. اذا كان باش تجربوا الرسيت ما لازمكمش تبدلوا حتى شيء، باش تجيكم حاجه يعني بنينه ومضمونه النتيجه نتاعها. انا لهنا هكا كيفاش قدمته في النحاس التونسي ميرا، وفي تونس يعني نعملوه في اكواب بلار، يبداو الحجم نتاعهم صغير على الاخر خاطر هو ما يتكلش يعني بكميه كبيره برشا. مي انا بدلت الحقيقه عملته بالطريقه هذه. وزيد في تونس معروف يعني الكل نزينوه بالبندق من الفوق، انا زينته هكا بالبوفريوه. وشوفوا التكستير راهو ما يجيش يابس، وهذوما تصوروا عملتهم ام غدوه يعني ما عملتهمش في نهار، خاطر هو كي يبرد راهو يزيد يعني يشد روحه. بالحق رسيت ناجحه 100% على ذمتي، جربوها ماكمش باش تندموا. وهذا هو الفيديو كان لليوم. اذا كان جربتوا الرسيت ما تنساوش تبعثوا لي التصاور نتاعكم على الانستغرام. تو نخلي لكم اليوم نتاعو في البرد فوق، ونستنى تشجيعاتكم ونستنى تعليقاتكم. وتو نبوسكم برشا ونقولكم على بروشين ان شاء الله. باي باي.